بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. سعيد جدا اني اكون معكم اليوم للحديث عن كورونا فيروس المرعب. باذن الله ساتحدث في المحاور التاليه: ما هو كورونا فيروس؟ الامر الاخر حتحدث عن نبذه تاريخيه عن كورونا فيروس. الامر الثالث ساتحدث عن مقارنات بين اهم فيروسات كورونا. والامر الرابع حتحدث لماذا كورونا فيروس مرعب؟ ليش هذا الرعب في العالم؟ ثم ساتحدث اخيرا كيفيه مواجهه هذا الفيروس. أول محور، ما هو كورونا فيروس؟ كورونا فيروس هو فيروس يصيب الحيوانات أساساً، ثم ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وبعد ذلك ينتقل من الإنسان إلى الإنسان ويصيب أساساً الجهاز التنفسي العلوي، ويؤدي في الغالب إلى نزلة برد، لكنه ممكن يؤدي إلى التهاب رئوي حاد. كورونا فيروس له صفتين أساسيتين. الصفة الأولى أنه سمي كورونا فيروس نسبة إلى الكلمة الإنجليزية كراون، يعني تاج، وبالتالي احنا نسميه الفيروس التاجي، او ندلعه ونقول عليه الفيروس الملكي. هذه الصفه الاولى. الصفه الثانيه، فيروس كورونا لديه صفه مهمه جدا، وهي قدرته على التحور، قدرته على التغير، وهذه الصفه المهمه لكورونا فيروس. الان ساتحدث عن النبذه التاريخيه لهذا الفيروس. بدا كورونا فيروس بالانتشار في الصين عام 2002، وكان مصدر الفيروس يومها الخفافيش والقطط، سمي يومها الفيروس بسارس كو. كان يهاجم هذا الفيروس، يهاجم الجهاز التنفسي، وأدى إلى مرض مفزع. هذا المرض سمي المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، أو بين قوسين السارس. عاود هذا الفيروس الانتشار في منطقة الخليج والشرق الأوسط في عام 2012، بعد حدث أن تحدث تحور في هذا الفيروس، وكان مصدر الفيروس الجمال. ويقال انه كان الخفافيش تصيب الجمال، وبعدها عندما تصاب الجمال تنقل المرض الى الانسان. سمي الفيروس هذا، سمي فيروس كورونا الشرق الاوسط، وكان يهاجم الجهاز التنفسي وادى الى مرض شهير سمي متلازمه الشرق الاوسط التنفسيه، او يسمى ميرس، وهو عباره عن التهاب رئوي حاد. عاود الفيروس الظهور حديثا في نهاية 2019 في الصين في مدينة يوهان الصينية، حيث حدث تغير في الشفرة الوراثية لهذا الفيروس. ولأن الفيروس يشبه السارس، اكتشفوا هذا الفيروس الجديد يشبه السارس، فسموا الفيروس الجديد سموه سارس كو 2، وسمي المرض سمي كوفيد 19، وخطورته أنه يمكن يؤدي إلى التهاب رئوي حاد. ما معنى كوفيد 19؟ كو معناها اختصار كورونا، في اي معناها فيروس، الدي معناها ديزيز يعني المرض، و19 انه كنايه على السنه اللي اكتشف فيها ل 2019، وبالتالي نسميه كوفيد 19. الان حعرض لكم مقارنات بين هذه الثلاث الفيروسات اللي تكلمنا عليها، السارس والميرس وكوفيد 19. السارس عدد الاصابات كان 8422 اصابه. الوفيات كانوا 916 عدد الوفيات، نسبة الوفيات تمثل تقريبا 11%. بالنسبة للميرس اللي هو فيروس كورونا الشرق الأوسط، كان عدد الإصابات تقريبا 2464، عدد الوفيات كانوا 850، نسبة الوفيات ما يقارب 34%، وكانت نسبة عالية. بالنسبة لكوفيد 19 اللي احنا فيه اليوم، يوم الثلاثاء 18/2، عدد الإصابات إلى اليوم 72530 إصابة، عدد الوفيات إلى اليوم 1870 إصابة. إذا نسبة الوفيات قليلة، 2.5%، يعني النسبة ما هيش كبيرة نسبة الوفيات، لكن المشكلة في هذا الفيروس مشكلة انتشار كبيرة. كل هذه الثلاث الفيروسات تنتقل كلها عن طريق السعال، عن طريق العطس، عن طريق المصافحة، عن طريق لمس الأسطح الملوثة. طيب، لماذا الرعب من هذا الفيروس؟ ليش العالم كله مرعوب من هذا الفيروس؟ الرعب هو أساساً الفيروس هذا فيروس عادي، لكن خطورته تكمن في أمرين. الأمر الأول أنه نتيجة التحور نتج فيروس جديد. هذا الفيروس الجديد الجهاز المناعي لا يعرف عنه شيء، فكان هذا مصدر الرعب الأول. مصدر الرعب الثاني أنه قدرة الفيروس على الانتشار قدرة كبيرة جدا. ليش؟ لأن فترة حضانته تستمر إلى تقريبا أسبوعين أو أكثر حتى. فتخيلوا الشخص يصاب اليوم
يصاب اليوم وما في عنده أي أعراض وهو جالس يعدي الناس ولسه الأعراض ما ظهرت بالنسبة له، فهنا خطورة هذا الفيروس وأصبح الرعب من هذا الفيروس. الآن نأتي إلى كيفية مواجهة هذا الفيروس. لمواجهة هذا الفيروس ليس أمامنا في الوقت الراهن، مع أنه في اكتشاف لأدوية لا زالت تجرب، لكن ليس أمامنا إلا الآتي. أمامنا أمران: إجراءات وقائية، والأمر الآخر تعزيز الجهاز المناعي. الإجراءات الوقائية، أول أمر لابد نعزز هذه الثقافة في مجتمعنا للحماية من أي مرض. الغسل اليدين باستمرار دائما بالماء والصابون. الأمر الآخر، أي شخص نقول له يعطس أو يسعل، لا تعطس في الهواء، لا تعطس في يدك، اعطس في مناديل أو في كوعك. الأمر الثالث، تجنب ملامسة العينين أو الأف. الأمر الرابع، لو في انتشر مرض، تجنب الأماكن المزدحمة. الأمر الخامس، استخدام المطهرات لتنظيف الأسطح والأشياء المحيطة. بنستخدم مطهرات عشان نقضي على الفيروس. الأمر الآخر اللي هو المهم جدا، تعزيز المناعة. أنا سبق وأن حقيقة أنزلت مقطع فيديو سميته النصائح الذهبية لتقوية الجهاز المناعي، وضيف عليه نصيحتين إضافيتين مهمتين. النصيحة الأولى، لا بد من الابتعاد عن السكر. أثبتت الدراسات بلا مجال للشك إن السكر له دور كبير في تثبيط الجهاز المناعي، فعلى الناس أن يبتعدوا عن السكر، وبالتالي يأكل يشربوا شاي ويأكلوا مأكولات بعيدة عن السكر. الأمر الثاني، قضية النوم. إحنا للأسف الشديد في عصر الحاضر قلبنا الليل نهار والنهار ليل، كثير من الناس ما تنام إلا على الفجر، فإحنا نقول للناس لابد من النوم، والدراسات تثبت إنه كلما كان النوم مبكرا كلما كان له دور في تعزيز الجهاز المناعي. أرجو سلامة الجميع وحفظكم الله، وشكرا جزيلا لكم.